يقول: كيف الجمع بين ما ورد بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، وبين ما ورد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا تعارض بينهما، لا تعارض بينهما. أبو بكر الصديق يقول: أيها الناس، إنكم تحملون هذه الآية أو تستدلون بها على غير مدلولها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى الناس المنكر فلم ينكروه عمهم الله بعقاب من عنده. فما هو معنى عليكم؟ معناه لا شفت الناس فاسدين لا تفسد معهم، إلزم الصلاح وإلزم التقوى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، إلزم بنفسك الحق والخير وادعو إليها أيضا، ما هو بتسكت. نعم.